أظهر تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي تراجع صافي الأصول الأجنبية بواقع 11 مليار دولار في يونيو إلى 562 مليار دولار. أرباح أكسن موبيل الفصلية تهبط بقرابة 60% إلى مليار و700 مليون دولار بسبب انخفاض أسعار النفط. أظهر تقرير بيكر هيوز أن شركات النفط الأمريكية أضافت منصات جديدة للأسبوع الخامس على التوالي، إلا أن التقرير استبعد إمكانية تعافي أنشطة الحفر بشكل كبير هذا العام، وذلك مع تكبد خام نايمكس أكبر خسارة شهرية في عام.